صار وقت مش مسموح. وفقرتنا اليوم هي فقرة إذا بدكم فيها فن فيها متعة، وهي وقت تبلشوا تلعبوا بمحركات سيارتكم. نحن منا ضد الفكرة أبداً، نحن ما عنا أي مانع إنه تشيلوا محرك 6 أسطوانات تحطوا محله محرك 8، ولكن إذا بدكم تحطوا هذا الشيء لحد بسيارة صغيرة لازم دائماً تتذكروا إنه في كتير تعديلات لازم تعملوها تترافق مع القوة الزايدة. بدكم تشتغلوا على جهاز التعليق، بدكم تشتغلوا على الفرامل، بدكم تشتغلوا على سلامتكم بداخل السيارة، ايديل تحطوا رول كيج او قفص بحال لا سمح الله انقلبت السيارة تحميكم. بس بالمبدأ احنا مش ضد، عشرة نتبع السلامة ونعمل كل المتتبعات اللي تمشي مع التعديل ومع زيادة الأحصنة.